تفقد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني مطابع مؤسسة الرابع عشر من أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر في العاصمة عدن، وأثناء الزيارة قدم رئيس المؤسسة محمد باشراحيل شرحا حول أعمال إعادة التأهيل والصيانة بعد توقف المطابع وتعرضها للتلف والنهب، موضحا أنه تم إعادة بناء وتصنيع الدواليب الكهربائية الخاصة للمطابع وإعادة الشبكة الكهربائية بشكل كامل من خارج المؤسسة، وصولا إلى المطابع من قبل الفريق الفني المختص الذي قام بإنجاز 95% من العمل، ومن المتوقع أن تبدأ المطابع بالعمل خلال أسبوع.